السلام عليكم صحباتي اخوتي اخواتاتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما راكم تشوفوا معايا اخوتي اخواتاتي، واحد الشتيوا دروك مع جوية 8 ما شاء الله. خطره وحده بقى يضرب الرعد والبرق وكل شيء ما شاء الله ضرب. هاي بغيت نصور لكم هذا المنظر ديال الشتاء وهذا الاجواء دروك في هذا النهار اللي راه عندنا كداية. نقرب لكم باش تشوفوا. يلا بدات، يلا دروك هذه بجوج دقائق ملي كوماصات. سبحان الله العظيم، من الصبح والجو حامي ما شاء الله، واحد الحموان. هيا السمك يا ولاد. حاجة اللي تعجبك ان الناس مصيفين والشتاء ما شاء الله شدتهم خيط من السماء. لان جات سبحان الله العظيم، جات على غفلة، خطر وحده كوماصات طيح. شوف الاجواء انا كراهم دايرين مع مضبه بالشتاء، ما راهش كاع تبان. شوف هذه سبحان الله العظيم غير فايته. هيا بالجهة الأخرى عاوتاني من هنايا، بغيت نوري لكم عاوتاني الجو عاوتاني من هناك راه داير. هذه سبحان الله العظيم النهار اللي وريتها لكم كانت مغطية بالثلوجات، كانت الدنيا كلشي بيضة. شوف سبحان الله العظيم درك الدنيا كي تبدلت مع الخضورة، مع الشميشه فين راها مع دوك راه قريبه 8:30. الشميشه راه غاديه من الهي والشتا. سبحان مبدي الاحوال، شو الدنيا من الهي كي مغيمه ومن الهي ها هو احنا اللي نقولوا قوز وقزح. واش غادي يبان لكم ولا ما يبان لكمش؟
سبحان الله. مع راه مدرك والغيال ما راهش يبان مزيان، شوف منه واش غادي يبان احسن. ها هو شوف، شوف سبحان الله العظيم كي جاي المنظر. هذه الاجواء خطره وحده، تكون الشميشه الناس تكون تعوم تكون عايشين الجو نتاع الصيف، سبحان الله العظيم خطره وحده يتبدل داك الشيء كلشي، ولي عاوتاني الشتاء الناس تهرب. وصرات لنا شحال من مره نكونوا خرجنا نمشيو لشي هكا شي جرده ولا نجلسوا، خطره وحده سبحان الله العظيم ما تعلمناش تمشيو نجريو نجلسوا في اللوطو حتى تفوت عاوتاني ديك الشتاء. هيا درك ما عرفتش واش راكم تسمعوها. ها ملهيها الدنيا صاحيه واش الشتا حنا عندنا، يقدر تمشيو لديك البلاصه لي ما يكونش فيها الشتا. وهذه هي الاجواء في كندا، خطره بشمشه خطره تشمشتيه خطره متلجه. هادو هما الاجواء عندنا. ايوا هذا هو الفيديو ديالنا هذا النهار، بغيت نشارككم معنا هذا النهار هذا الاجواء كي راه دايره عندنا. الحاجه اللي غادي تستغربوا فيها ان الشتاء سبحان الله العظيم الدنيا منفخه، وشوف الجو كي راه داير. واحد الجيران ديالنا لهيه ها ما عرفتش غادي تبان لكم، هما طالقين الماء يسقيو الغازو، ويا راه الشتا ما شاء الله سبحان الله شي حوايج ما يتفهموش. ايوا هذا هو خوتي خواتاتي، هذا هو الوقيته اللي بغيت نشارككم معنا كي راه دايره مع جويه 8 ونص تاع العشيه مع الغروب تاع الشمس. هي مدرقه لهيها تبان غير واحد شويه، لا تبان غير واحد شويه فراها تبان مسكينه مع الشجر ما تبانش. وهادي اخوتي خواتاتي تهلاو في راسكم وان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. يا الله السلام عليكم في فيديو ان شاء الله قادم ان شاء الله. يا الله السلام عليكم.